بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم عن safety management، إدارة الأمان في construction. أول حاجة لازم نكون فاهمينها هو إن لازم الشركة يكون عندها فلسفة معينة في فكرة إدارة الأمان، ولازم يكون عندها أهداف معينة philosophy و goals. أهم حاجة هي إن الشركة تكون هدفها الأول إن هي تحافظ على الأمان في المواقع بتاعتها، والهدف من المسألة دي كلها هو ثلاث حاجات أساسية. أولا إن هي تلتزم بالقوانين، ثانيا إن هي تتحاشى التقاضي وتتحاشى حدوث أي إصابات، وده هيتم من خلال طريق، بس طريق له حارتين خلينا نقول رايح راجع. يعني القيادة بتاعت الشركة بتحدد البوليسيز، بتحدد السياسات العامة، بتحدد الأهداف، بتحدد إيه المطلوب من كل طرف، ب ب ب ب بتحدد البروجرام برنامج العمل، وبتوصل ده للمستوى الوسيط من الإدارة. المستوى المتوسط من الإدارة ده بيبتدي ينقل ده للقاعدة العامة من العاملين في الشركة والمتعاملين معاها، وبيبتدي يوزع مسؤوليات عليهم ويقيم عملهم. بس برضو ده مش طريق له سكة واحدة، ده طريق زي ما قلنا رايح راجع، بمعنى ان زي ما حضراتكم شايفين هنا الناس العاملين في الشركة لازم هيريبورت كيسز، هيبلغ عن الإصابات في حالة حدوثها، لازم هيشارك في البروجرام ايفالويشن، لازم هيشارك في تقييم برنامج العمل. ودور ان المديرين المباشرين للناس دي هم ان هم هيجمعوا البيانات، هيجمعوا الداتا كلها ويوصلوا ملخص للوضع لقيادة الشركة ويبلغوهم بالحالة كما هي، ويدوا ريكومنديشنز، يقولوا والله مطلوب من حضراتكم ان انتوا تاخدوا القرارات الفلانية، يعني يفضل ان انتوا تاخدوا القرارات الفلانية، خدوها ما خدوهاش، بس الواجب القيادة الوسيطة ان هي تبلغ القيادة اللي فوق بمسألة. وعشان نفهم الجزئية دي لازم نعرف ان لازم نجاوب على اربع اسئلة: فين وامتى وازاي ومين اصيب. بمعنى دي عشان تحصل لازم يبقى فيه احصائيات كاملة. يعني مثلا هنا دي إحصاء ظريف جدا، واضح النسبة المئوية للإصابات في المواقع كأسباب. يعني قالك 22% struck by، يعني خبطته حاجة، falling من elevation، حد وقع من على ارتفاع 14%، over exertion يعني تعب، ضربة شمس، صحته ما كانتش قد كده 24%، إرهاق كده وهكذا. دي الأسباب، ده بيجاوب على سؤال إزاي why. وبعد كده تعال نشوف سؤال ظريف جدا: مين اللي بيصاب؟ الإحصائية دي تقولك أكتر بتعمل علاقة ما بين عدد شهور الخدمة في الموقع والنسبة المئوية في الإصابة. يعني أكتر ناس أصيبت، أكتر نسبة مئوية أصيبت هو ناس اللي لسه جديدة في الشغل، لسه ما كملش شهرين ولا شهر. اما الناس اللي عن اكثر خبره، الناس اللي عدت 4 سنين ولا 3 سنين، الحاجات دي نسبتها دايما بتكون اقل من 1%، لان هو ناس اكثر خبره فاكثر معرفه اكثر درايه. وبرضو لما نيجي ندور على ازاي وفين، ده مثلا هنا دي احصائيه ظريفه جدا في امريكا ما بين سنه 85 و89، يقول لك في 26% من الناس اللي وقعت من على سقف، وفي 19% وقعت من على سكافولد سقالة،
وفي 11% وقعوا اثناء ما هم كانوا بيشتغلوا في ستيل اركشن اكتيفيتيز، بيكركب كمرة حديد مثلا وهكذا. فده بيساعدنا عشان نعرف ازاي نتلافى ده. وعلى هذا الاساس لازم كل شركه يبقى لها بوليسي، يبقى لها ميشن، يبقى لها هدف. وحاجه زي دي لازم كل الناس تبقى عارفاها، ودي هتبقى جزء من الميشن ستيتمنت بتاعه الشركه. ولازم يبقى فيه سيفتي بروجرام، لازم يبقى فيه برنامج للامان. لازم يكون معروف ايه الستاندردز اللي احنا بنرجع لها، ايه القوانين اللي عندنا. لازم يكون معروف هنعمل الشغل ازاي، ازاي هنعمل الشغل بطريقه تتحاشى وقوع حوادث. لازم يكون عندنا السيفتي كلتشر زي ما بيقول، الثقافه العامه للعمل بامان لازم تكون موجوده. لازم يكون كل عامل يكون عارف واجباته كويس، من ضمنها مثلا ازاي يشتغل، ازاي يحافظ على امانه وامان غيره، ازاي يلبس ايه الادوات اللي يستخدمها، ايه اللي ياخد باله منه وهكذا. ومسؤولية الشركة هنا لازم تكون معروفة، ان لازم الشركة دايما تشتغل بشكل امن، ولازم الشركة توضح ايه المشاكل اللي ممكن تحصل للعاملين فيها. الشركة مسؤولة انها تثقف العاملين فيها، انها تدرب العاملين فيها، وان هي توفر لهم الادوات اللي يقدروا من خلالها يشتغلوا بامان. وده هيتم دايما من خلال شخص اسمه سيفتي دايركتور. في بعض الاحيان بيبقى اسمه سيفتي دايركتور، في بعض الاحيان بيبقى اسمه سيفتي انجينير. الشخص ده ممكن يكون فول تايم، ممكن يكون بارت تايم، يعني ممكن يكون واحد من مهندسين الموقع مخصص لجزئيه السيفتي، هو شغلته سيفتي. وممكن يكون واحد من مهندسين الموقع عددهم قليل مثلا، يبقى السيفتي ده جزء من شغله. الشخص ده لازم يكون مدرب وعارف القوانين كويس جدا، لازم يكون فاهم ان هو منصبه ده مش سيمبوليك، مش منصب شرفي، مش منصب رمزي. لازم يكون عنده الصلاحيات اللازمه عشان يقدر ينبه لاي غلطه بتحصل او اي مشكله بتحصل، ينبه العاملين لا ده صح لا ده غلط، يوقف الشغل لو في حاجه غلط تماما بتحصل، يوقف الشغل تماما، ما ينفعش يكمل. وعشان ده يحصل بيبقى في اجتماع بريكونستراكشن قبل بدايه الشغل، بيبقى في اجتماع اسمه بريكونستراكشن ميتنج، وساعات بيسموه كونفرنس، لانه طبعا كونفرنس ده يعني مؤتمر، ده حاجه كبيره جدا. الاجتماع ده لازم بيبقى فيه ممثلين لكل الاطراف اللي بتتعامل، المالك، المقاول، مقاولي الباطن، الاستشاري، استشاريين الباطن، كل الناس اللي موجوده في الموقع لازم تحصل الاجتماع، تحضر الاجتماع ده. والاجتماع ده لازم هيوضح السياسات العامه في السيفتي بروجرام بتاعنا عشان كل الاطراف تكون عارفه، ولو حد عنده سؤال يطلعه دلوقتي. وده بياخدنا للسيفتي بروجرام. السيفتي بروجرام ده لازم يكون كومبريهنسيف، لازم يكون معروف، ولازم يكون الهدف بتاعه ان اكسيدنت بريفنشن، منع الحدوث الحوادث من اساسها. فممكن ان يحصل ان لو مفيش سيفتي بروجرام، ممكن المالك ما يوافقش على بدايه الشغل اصلا، او مفيش ان هو يدفع. لا، لازم يبقى في سيفتي بروجرام الاول، لازم نكون عارفين ايه اللي هيحصل، عشان في مسؤوليه قانونيه عليه. التدريب، تريننج ده مهم جدا. لازم نكون فاهمين ان في برضو في حاجات لازم تكون عامه وفي حاجات خاصه. يعني مثلا في مواقع كتير للشركات، لو حد فيكم دخل موقع لشركه كبيره شويه في مصر، بيتعمل حاجه اسمها سيفتي اورينتيشن، ده بيزك لاي حد هيدخل الموقع. الناس اللي بتشتغل بايديها طبعا بيبقى لها سيفتي اكتر، سيفتي كورسز اكتر، سيفتي تريننج اعلى. بيبقى في بقى حاجات خاصه، بيبقى في حاجات خاصه بالناس اللي بتشتغل اعمال معينه، مثلا واحد شغال على سقاله فوق، واحد شغال بيعمل شغلانه فيها خطر شويه، واحد كهربائي. الناس دي لازم تكون واخده تريننج سبيسيفيك شويه على الشغلانه اللي هو هيعملها،
طبعا بخلاف ان يبقى فيه تريننج اعلى واعلى للشخص اللي هيبقى سيفتي اوفيسر ده او سيفتي دايركتور ده، ولازم يكون فاهم ان الموضوع ده كله بيبقى في نهايه الامر بيصب في مسؤوليه المالك. هو مسؤوليه مشتركه بس في نهايه الامر هو مسؤول عنه، المالك هو اللي مسؤول عن ان هو يتابع ان الشغل بيتعمل صح، علشان في نهايه الامر هو طبعا، بس هي طبعا مسؤوليه مشتركه ما بين المالك والمقاول والاستشاري ده اكيد، يعني كل الاطراف مسؤوله، بس المالك مشكلته ان هو اللي هو اكتر طرف ممكن يساءل ماليا لو حصل حادثه، لو حصل مشكله، فبالتالي هو بيكون اكثر الاطراف حرصا ان ما تحصلش مشكله اصلا. ولازم برضو يديهم كل، يوفر كل الوسائل، كل التريننج، كل السبلايز، كل البيرسونال بروتكشن ايكويبمنت، كل الحاجات دي لازم المالك هو المسؤول ان هو يوفرها. وفكره ان لازم يحصل حاجه اسمها هازارد اناليسز، يعني قبل كل شغلانه ما بتتم، قبل كل مرحله في الشغل ما بتحصل، لازم بيقعدوا وبيقيموا ايه اللي هيحصل، هو الشغل ده هيحصل ازاي، ايه المخاطر اللي فيه، هيتم ازاي، ايه الخطر، ايه الحاجه اللي هنتجنبها، ايه الحاجه اللي ما نتجنبهاش. برضو لازم في حاجه اسمها تول بوكس ميتنج او سيفتي ميتنج، ده بيكون حاجه لازم بتتعمل بشكل دوري، يعني على الاقل شهري ان لم يكن نصف شهري، ان يبقى فيه اجتماع للسيفتي بيرسونال من كل طرف، سيفتي اوفيسر من ناحيه المقاول ومن ناحيه الاستشاري ومن ناحيه المالك، والناس دي كلها بتجتمع مع بعض كل شهر عشان تراجع ايه الوقائع اللي حصلت، ايه نتلافاها ازاي، الدنيا ماشيه صح ماشيه غلط كده. ولازم يبقى في ايفالويشن للبروجرام، وده لازم هيتم، لو ما فيش الاجتماع ده عمر تقييم الحكايه دي ما هيتم صح، لازم نقيم الوضع، لازم، وخلي بالك حاجه زي كده عشان تتقيم لازم نكون عملنا ريبورتنج للكيس، والا مش هنعرف نقيم حاجه. ولازم يكون عندي ايمرجنسي بلان، لازم اكون عارف في حاله الطوارئ هنعمل ايه، دي لازم تكون هي جزء اساسي، جزء لا يتجزا من السيفتي بروجرام. وزي ما قلنا الاكسيدنت بروب ريبورتنج نقطه مهمه جدا، لانه لو ما تمش مفيش سيفتي بروجرام، مش هنعرف نعمل حاجه خالص لو الاكسيدنت ريبورتنج ده ما تمش، لان ده معناه ان احنا مش هنعرف احنا شغالين صح ولا شغالين غلط. ده مثال لاكسيدنت ريبورت، بيبقى فيه زي ما انتم شايفين لازم يكون فيه الواقع، ايه اللي حصل بالظبط بالتاريخ باليوم بالدقيقه والثانيه، لازم يكون فيه مين اللي كتبه، مين اللي دخل في الموضوع ده، وهكذا. ولازم يتعمل اي وقعه مهما كانت صغيره لازم يتفتح فيها تحقيق، ولو تحقيق داخلي، مش معنى ده ان انت هتاذي حد، بس على الاقل هتدرس المشكله حصلت فين عشان نعرف نعالجها. لو الطبيب ما عرفش المرض فين مش هعرف يشخصه، مش هعرف يعالجه. في نهايه الامر لازم نكون فاهمين ان اهم حاجه هو التخطيط المسبق للمساله، اهم حاجه ان السيفتي بروجرام يكون جاهز وقوي، ويكون معروف فيه مسؤوليات كل شخص وتكون محدده جدا، ولازم لازم لازم لو في مشكله تتعرف ويبلغ عنها فورا علشان ما تتكررش. شكرا.